السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد الجوهري. معنا اليوم شرح برنامج فيدلر، أو بمعنى أصح طريقة تثبيت البرنامج وتهيئته للعمل. الفيديو ده إهداء لمنتدى محترف مصر شارك موهبتك. أول حاجة حضراتكم عندنا دلوقتي الأيقونة بتاعة البرنامج بعد ما نزلت بتبقى بالشكل ده، موجود عندنا اهي، بنضغط عليها دبل كليك، نعمل نفس نمشي على الترتيب اللي احنا مشينا عليه، بنضغط هنا كام مرة وبنضغط هنا كده البرنامج اتثبت معانا، بنعمله كنسل. افتح لنا دلوقتي المتصفح اللي احنا شغالين بيه، انا شغال مثلا بالفايرفوكس. بيقول لي دلوقتي ان انا اضيف، يعني اقبل الاضافة دي تكون داخل المتصفح، بنعمل لها سماح طبعا، وبنعمل متابعة، وبنعمل اعادة تشغيل. كده فتحت معانا عادي، تمام. بعد كده بنروح نجيب البرنامج من عندنا بنشغله، ده البرنامج بيشتغل معانا لأول مرة. للأسف في أعضاء كتير كانوا أول لما يشغلهم بالبرنامج أو بعد ما يسطبوه على طول بيبدأوا يشتغلوا، فبيحصل مشاكل عندنا طبعا في الشغل بتاع البرنامج. دي الواجهة الرئيسية بتاعة البرنامج، بتبقى بالمنظر ده أول مرة يتسطب خلاص عندنا. ده عندنا الجزئية دي. الجزئية دي أهم حاجة عشان البرنامج يقرا الملفات ومحصلش عندنا مشكلة. هي لو موجود عندنا بالمنظر ده يبقى كده البرنامج عمره ما هيقرا الملفات. فكل اللي احنا بنعمله لازم نضيف علامة صح هنا، تمام، وما يكونش علامة صح هنا موجودة هنا في أول الشغل. فدلوقتي ما ينفعش مهما اعمل مش هينفع اضيف علامة صح هنا، فاعمل ايه بقى؟ فاضيف علامة صح هنا الاول، وبعد كده اضيف علامة صح تحت. كده البرنامج يقدر يقرا معانا، ونشيل علامة صح اللي فوق، علامة صح بس موجودة هنا يقدر البرنامج يقرا معانا. في برضك مشكلة تانية، نرجعها زي الاول معلش. في مشكلة تانية، الاعضاء بيقولوا لي كل ما يفتحوا متصفح النت بيفصل، مفيش اي حاجة بتشتغل. ده بتبقى سببه اللي في بعض الاعضاء بيضيفوا علامة صح هنا فقط لا غير، فبيحصل لنا زي ما انتم شايفين كده المتصفح ما بيقراش برنامج، كلها بتيجي حمراء. فهو الصح اللي احنا بنضيف علامة صح تحت فقط لا غير، وبنبدأ نشتغل بالمتصفح عادي خالص مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة لتهيئة المتصفح لأول مرة نشتغل بيه. تابعوني في الفيديو الجاي، كده البرنامج جاهز معانا. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيه شرح مفصل لطريقة تشغيل او اضافة الملفات داخل البرنامج. مع خالص تحياتي، اخوكم محمد الجهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.